أنت تتصفح هاتفك الذكي، يصادفك عشرات التطبيقات تقترح عليك خدمة توصيل جديدة وفي أسرع وقت. تطبيقات حديثة النشأة ابتكرها مجموعة من الشباب الجزائريين سنة 2017. يسير أحد هذه التطبيقات الأكثر انتشاراً. لإشباع فضولنا قمنا بتحميل التطبيق وإدخال رقم الهاتف. أنتظر السائق الأقرب إلى المكان الذي أتواجد فيه. مالو، السلام عليكم. صحيح خويا وسيم، لاباس؟ الحمد لله. باك ورا كيما شو ما يسير. خلاص 5 دقائق أنا عندك. سامينيت. باك. بعد بضعة دقائق يصل السائق. إسلام انضم إلى الفريق كسائق شريك منذ 6 أشهر، عمل إضافي اتخذه هذا الشاب لكسب المزيد من المال. قوتي جامبا نتاعك ثاني والله الحمد لله، تقدر تكوفري لي فري تاع لا فواطير، تقدر تكوفري لي فري تاع باغ اكزومبل ليسونس لي فري. الحمد لله انا الجور اللي ما يحبش يريح، دونك الوقت تاعي جو لوكيب في هاد المهنه. الحمد لله لقيت فيها كما نقولوا لقيت فيها راحتي. أكثر من 6000 سائق و 800,000 تحميل هي أرقام مرشحة للارتفاع في ظل تزايد الإقبال على الخدمة. عبد الرحمن يشرف على توجيه كل من أراد الانضمام. جدد نستقبلهم يجي يعمر فيش دارون سلامة، يعمر فيش دارون سلامة ولا دوسي تاعو كامل، نقوله تفضل، وجاب السيارة معاه وجاب الملف كامل، نقوله هبط لاصال دو فورماسيون اللي هي هادي، ندير له انفورماسيون، نفيريفيو السيارات، السيارة لازم تكون كونفور، لازم تكون فيها دوبل ايرباك، لازم تكون سيارة نقية، واش عنده خلاص يخلصوا، واش عنده اللي يديه اللي يديه له، هو 80% يديه له و 20% لينا. من تطبيق يسير إلى وصلني نفس الخدمة لكن بأسلوب مغاير، فإلزام السائق العمل بسيارته الخاصة ليس شرطاً في تطبيق وصلني الذي أنشأه الشاب مهدي هواري، محاولاً من خلاله طرح خدمات مختلفة. وصلني كونترارمون ويشام يديروا لي كونكورون تاعنا عندها سا بروبر فلوت دو فيكول، فوالا دونك عندها سا بروبر فلوت دو فيكول وكاع لي فيكول تاعنا سون براندي، استاذير كي تشوفهم في الطريق يسون ريكونو باينين سي دي فيكول تاع وصلني. المواطن باعتباره المعني الأول بهذه الخدمات اختلفت وجهات نظره، فالبعض يواكب وبعض الآخر لا يزال يفضل وسائل النقل التقليدية. En fait, ils sont tout le temps là, ils sont très rapides. J'ai jamais eu de problème avec eux, alhamdulillah. وجدت إن هو أفضل بكثير لأنه بيبقى ما فيهوش مفاوضات. يعني عندما بكون في المكان اللي أنا فيه وبعد كده بستخدم الابلكيشن بحدد لي الدايركشن اللي انا هروحه والسعر قبل ما اركب. انا جو بريفير تاكسي. على كونفيونس باسكو جاري وكنا عارفه ولا جو سي با تاكسي اوليك في ستاسيون يخدم باين معروف، بصح هذه تاع الو تاكسي جيني ما نعرفش شكون. الحديث عن خدمات النقل يدفعنا للحديث عن السعر، فكيف يراه زبائن خدمات هذه التطبيقات؟ Peut-être un peu les prix, des fois c'est un peu cher, mais généralement c'est dû à زعما يكون بزاف encombrement ولا تكون destination يعني حالها بزاف بعيدة. من جهة أخرى الأمر لا يقتصر فقط على آليات تحديد السعر وإنما عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الأخيرة، فبعد 2 من ظهورها لا يزال الغموض يحوم حول آليات تسييرها. كل دول المتطورة عندهم هيئات حكومية لابد المرور عليها من اجل يعني صنع، من اجل تطوير هذاك التطبيق ولا من اجل بث التطبيق. لكن هنا في الجزائر عندنا نقصين، نقص قانوني بالطبع لحد الان ما سمعناش، ان شاء الله تكون في الايام القليله اللي راح تراقب ليس فقط التطبيقات حتى المواقع الالكترونيه، لانه الاصل فيها هي جمع المعلومات الخاصه وكيفيه المعامله بالمعلومات الخاصه تاع الناس. نعطيك مثال، هناك تطبيق لنقل يحط فيه واحد رقم الهاتف تاعو ويحط ولازم يحط فيه كما نقولوا الجي بي اس الموقع تاعو، فبعد الانتهاء من النقل يستطيع بعض الاشخاص ان يستعملوا رقم الهاتف ولا هذا لاغراض يعني اجراميه، وهذا يعني شيء غير مرغوب فيه. وضعيه تسعى من خلال هذه الشركات لايجاد صيغه قانونيه حتى يكون السائق والزبون مؤمنان من كل المخاطر. دونك حنا لي شوفير طول نو شوفير سون ديكلاري على كلاس
Et on a les assurances, c'est très très important. Les assurances, redoua que je me sera à des dénières, même il connaît un bon chauffeur, il redoua dire à dire que c'est le véhicule tag. On a les assurances, les lazim. C'est la sécurité. Avant de rentabiliser le business, nous avons la sécurité de nos clients. بين من يفضل استعمال وسائل النقل التقليدية وبين مواكب لهذا التطور، تبقى هذه التطبيقات مرتبطة بتحديد الإطار القانوني لها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة.